ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. أجنبي يعني وبيدرس بره ولا إيه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجة؟ لا كان عيان. يا نهار أسود، هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتطور على الكلب بتاعي. ايه ده؟ طيب هو هو الـ الـ الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ كيتوس. كيتوس؟ يا راجل ده بره كان متقتل. ربنا يسامحك. عمر، ممكن اسألك سؤال طيب؟ هو انت ما عندكش صحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف، ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك يعني. يعني انا اسف، انا لو اعرف الموضوع كان هيضايقك كده والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني او كده. وبعدين يا سيدي اعتبرني من النهارده زي كيتوس ده بالظبط. لا طبعا. لا طبعا؟ للدرجه دي انا حقير؟ طب خلاص، يعني جايز يكون الكلب افضل مني في حاجه، ولكن خلينا نبتدي صفحه جديده من على السرير ده ونبقى اصحاب. انا اسف. حطني بقى عشان اتاكد انك مش زعلان. المجنونه التانيه جت بعد اذنك. كنت متأكد إن أنت هترجعي لي. يا شيخ اوعى. واضح إن السلم ده بيطلع لتحت. أول ما خيرت بيجي يجي هقول له على فكرة. هاي زكي. أهلاً. إيه؟ مالك؟ حد من الولاد مضايقك؟ لا لا لا، ده أنت مخلف ملايكة ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده، في ايه؟ لا مفيش، ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه، مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته وشيرين ما خرجتش طول النهار النهارده الحقيقه. ما شاء الله عليها يعني. ما رضيتش اقول له. ها؟ ماشي. ده في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني. زي ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذه انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفلل. وطوبه مش عاديه، دي طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق. جاي تحت الفيلا تقول الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانية واحدة. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنة وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ حاول، هتحضر ماجستير في عالم المخدرات. انسى الحكاية دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتمسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. هتقربني من الاسم ده؟ انت كده وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه اهربك بالاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من ناحيه اطمني يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا ما عارفين. بقول لك اي الم. انت كده هتروشنا يا مثال. انت جاي مضروب بخلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينه. ايه ده؟ هي جريمه قتل. اجري انا اجري، مش عاوز على عالم المخدرات وعالم النيله. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق. شفت بينط من برجولة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفت بعينيا. انا مشيتك من هنا يا زكي. ايه يا جماعة؟ صوتكم عالي، خير؟ في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق ابلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب الطبنجة بتاعتي. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل الحرامي سرق وهرب. مال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعة يا زكي. زكي ايوان. الحق يا زكي. ايوان اطلع بسرعة، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي.
يا زكي. ايه في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مندا. شوفيه زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي، اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. أنا الحقيقة أنا ما كنتش عايز أطلع، بس هم الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. أستاذ حرامي أوعى أوعى تتحرك. سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا. ده يعني ما شاء الله عليك. وأنا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضو هسرق عادي. اتفضل نور لي كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت، ويعني ما تعرضش نفسك مخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا اجيب لك كل حاجه بغيت عندك. بغيت عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاكي قدها وقدود، بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. شفت الجرام بروبلام كاسكليا؟ عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النول لا يكون فيوز ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة بومي. ايه يا ابني، ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الربطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو مفطمني على كل حاجه. يعني هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني ما انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم، ولا يهمك. بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. يعني عيب يا جدع انت، ده انا ازودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحشتني. بص هو انت مربوط كده؟ عادي. ماشي. بيت زلومتك يالا. بس افرض انا كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه، رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم، ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم. مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفل، جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700. يا فيهم 200، يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. اطلب كمان، قفلهم لباقكوا. اطلب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر وقف لي. كده خساره. خساره؟ قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب. خلاص انا هوديه الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. ها انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه. اتنطط يلا يا اخويا. يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي عليك في المكتب. يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافاه عاملها لك خير ربيه علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت من الحرامي. نعم قبضت على الحرامي، يعني انا قبضت على الحرامي. وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده يا جماعه. ده واجبي. خد يا زكي خد، دي حاجه بسيطه، حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعه. يا نهار اسود، كل دي فلوس؟ انا يعني حضرتك ما تعرفش انا كنت محتاج الفلوس دي قد ايه. اصل انا عندي اخت كبيره على وش جواز، وامي ست كبيره ما بتشتغلش. امك؟ امي. ايه امال ابوك فين ان شاء الله؟ عنده شلل اطفال؟ لا انا اصله ابويا ايدك منه القبر. ابوك؟ اصل ابويا راجل صاحب كاس، كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينه ومضروب كمان. ابوك؟ هو ايه يا سالم، هو انت تعرف ابوه؟ لا يا فندم ما اعرفوش، وده اللي هيجنني. بس واضح من كلام الفندي
ان ابوه راجل ند مش كده؟ عم سالم لو سمحت انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش خلاص يا زكي اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم ومشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. ها بحبك انا بحبك. على اذنك يا خير ربي هروح الحمام لحسن تعبان قوي هموت لو استنيت اكتر من كده هنقط من كل حته قصدي هجيني فوق طول واقف على اذنك. 970 يا اخير يا قليل طب هفهمك هفهمك فهمني طب ده انا هاكلك طب هديك 100 جنيه انت مجنون انا اجني منك طب خد الفلوس كلها هاخد الفلوس اوريك ان انا هاكلك يا خير ربي يا خير ربي يا خير ربي يا اسكت خد تعال خد تعال اقول لك حاجه خد يا البطيخه اللي جنبك دي هتولد امتى كلمنا بابا ايوه مراتك في الشهر الكام بابا بيقول لك انت في الشهر الكام ما بعدش يا جيمي ازاي ده انت عديت ال11 بتهالي يبقى خدها اديها للدكتور شوف العطره جايه منين حاضر يا بابا السلام عليكم اهلا بابا زكي جه يا اولاد اللي بيصرف علينا ايه جبت جهاز اختك يا زكي ولا دي ازاي خمره الباباك العربيد اللي بيبات في البارات خلصت لا ما خلصتش انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش ماما ماتت يا بابا انت نسيت ولا ايه هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب ادي خلاص بقى خلاص بقى اقعد بقى بابا انت كل شويه هنقعد نجري بص عليك اقعد بقى ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي وحاجات كتير قوي كل المستلزمات دي شويه حاجات اهي يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على الثلاجه شفتي انا فاكر ازاي ماشي ودي ايه ودي بص ودي بص يا بابا دي عشانك ايه ده إيه؟ عشان مين دي ايه ده لا دي مش عشانك انت كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص جبت لي يا زكي زكي ايه زكي هنا انت اخر ركز شويه بص دي بقى يا جيمي بص ده بص بص عشان انا ايه فاهم كل حاجه بص بص ده عشان ابنك ان شاء الله باذن الله بص حلو ازاي وبابا جبت لك بابا يا كاكا كاكا يا بابا يا سلام يعني سبت الفاكهه كلها وما جبتش الا كاكا بلاش الكاك جبت لك حاجه تانية بص دي هو انا كنت فاكرها دوم سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها ايه كيكي كيكي ايوه كيوي 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 يا ابو جهل سبحان الله سبحان الله بص بقى جبت لك ايه نضاره بربريز في مي خد مش عاوز اتفضل بقى قلت لك مش عاوز منك حاجه شكلك مكسوف بس بقى خليها طب خليها خد الجراب ده بقى سيب ممكن تقبلي الولاعه دي هديه مني ايه ده اعمل بيها ايه اكيد مش هتقمري عليها عيش يعني بدل الكبريت وكده انا ما بشربش سجاير امال عب السجاير اللي تحت البلكونه عندك في الاوضه دي تبقى بتاعت مين دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق حسنين السواق ايه ده هو عم حسنين السواق بيحط روج برضو بقول لك يا زكي ايه ده روح انا مش خارجه النهارده اروح طيب انا كنت بعت لك رساله امبارح على المولودي ارضيها ايه مولودي ده المولدي مش انا اللي بتتفرج عليها دي مش دي المولدي برضو امشي طيب حاضر امشي لو ما دفعتش ثمن القهوه اللي شربتها لو ما غسلتش كل هدوم اللي وسختها انت على عمر صباح الخير صباح النور هو حضرتك اخته لا انا ساره صاحبه اخته ما شفتكيش قبل كده عمر غمض عينيك فتح بقى الله حلو قوي ده شبه كيتوس بالظبط شفت معلش انا ما قلتلكش واحد جديد نوفي فجبت لك واحد مستعمل بس هو مش ماشي كتير يعني بياكل ويقعد على طول يا مندا اصل طلبت منها النسكافيه ما جبتوش لغايه دلوقتي هتسميه ايه بقى يا عمر هسميه زكي حلو اسم لطيف يعني وجديد برضه طيب انا هقوم بقى اجيب له حاجه ياكلها ها امسكوا جامد لحسن يطير منك بعد اذنكم
لا بتهرج. هاي شيرين. هاي بابي ازيك؟ كنت بتكلمي مين؟ لا ده رقم ما حدش بيرده. وبعدين حضرتك ايه اللي جابك بدري؟ ايه ريحه السجاير الوحشه دي؟ هاي زكي ازيك؟ انا طالع فوق اغير هدومي ونازل تاني، يا ريت تقول لعم حسنين يجي يتغدى بسرعه. اخبار عم حسنين ايه؟ لما انت مش قادر